حسن تلاوة القرآن. أنا عارف إن حضرتك أخذت إجازات في قراءات. نعم موضوع القراءات ده صعب جدا طبعا يعني، طبعا. صعب. حضرتك أخذت إجازات في قراءتين أعتقد. نعم، رواية بحفص عن عاصم، دي رواية وشعبة كذلك. تعليم الأطفال بقى بالقراءات، حضرتك حفص عن احنا عاصم. واخدين رواية واحدة اللي هي الأشهر وللناس كلها، للراديو عشان لازم تكلم الناس يعني الأطفال دي اللي هي بعيدة عن التخصص قوي، لكن بتربطهم. المهم إن يستقيم لساني على أي رواية كانت. وبالنسبة لنعلم الطفل برواية واحدة في الأول، نعم، بعد كده يتقن ويصل إلى درجة الإتقان، أراد فوق ذلك يعني براحته. ده في بقى ناس بيجي لها اصل ده حال ماتع، يعني ان انت تغرق في هذا البحر النوراني وتبتدي تشوف بقى اللغه العربيه وجمالها، وحرف يفرق ازاي في المعنى وفي الاضافه وفي الصوت، لانه القران الكريم روعته مش في المعاني فقط وفي الجرس الموسيقي للكلمه، حتى الجرس الموسيقي للكلمه القرانيه بيعبر عن المعنى اللي جدران او وعاء الكلمه ده بيحمله للمستمع او للقارئ. فالحقيقه انت بتاخده على درب واحد، توحده وتفهمه ان ده منهج احنا بنمشي عليه، وبعد كده اذا اراد انه يتوسع فبيها ونعمت، ما نقفش قدامه. بقيت اعمالك الاخرى المتعلقه ايضا بالثقافه والعلوم، يا حضرتك عضو لجنه الثقافيه بالمجلس القومي للمراه، وعضو لجنه الرصد والمقترحات ببيت العائله المصري التابع لمشيخه الازهر والكنيسه المصريه. نعم. بتلاقي وقت لكل ده منين يا دكتور؟ قدر الطاقه. وساعات هما بقى يعني بيبتدوا يشوف ان انت منشغل قوي، فما ما بيحملوش على الواحد اكتر. لان اصلا انا عرفت ان الكتاب تم تصويره، بيبقى تصويره في العاصمه الاداريه. نعم. مظبوط. نعم. كانت الفكره بقى تنفيذها سهل يعني، تنفيذ الفكره، فكره الكتاب. هقول لحضرتك على حاجه، انا اول ما ابتديت كنت ببتدي اجتهد مع الولاد ان حد يجي يحفظهم، فصادف انه مره جه حد لكن ما كانش متقن قوي في القراءه وكان بيبقى عارف ان انا موجوده فيبتدي يتلجلج معاهم. هو كان يعني ايه محتاج يعني اجاده اكتر، تحكم اكتر في الولاد بطريقه ما، فهم بداوا يقولوا لي احنا مش عايزين نكمل، فانا يعني زعلت. فقلت لهم خلاص انتوا معايا ان شاء الله ايه كل يوم. انا كنت مصره جدا على الاقل اظبط لسانهم يعني. فابتدينا مع ابتديت مع سيدن واحمد قبل ما احمد يسافر، وابتدينا بقى في الامر ده. فوانا بعد بعلم احمد وسيدن شفت الكتاب، فده كان توفيق من الله، وقلت ليه لا ما نعملش ده. لان انا فكره الكتاب يعني من زمان جدا اقول يا ده احنا اختفى. ده حاجه احنا خسرنا خساره كبيره. على فكره هي مش فكره حفظ القران فقط، كم الثقافه اللي بتزرعها في وجدان هذا الطفل اللي طلع. شفنا شعراء يقول لك انا اتربيت في سياسيين، انا اتربيت في الكتاب، فنانين يقول لك انا اتربيت في الكتاب، وقد ايه هذا الكتاب ليه اثر في وجدانهم يعني، التزام وثقافه، ولو في ايه هتتفسر تقدير العلم، تقدير صوره العلم في اسمى صوره وهي القران الكريم، وان حفظه ده شيء له بركه. يعني شوف النبي عليه الصلاه والسلام علمنا وقال لنا لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر، فتلك ثلاثون، وإنت بتاخد على الحرف بعشر أمثال الحسنة الواحدة، بيتضاعف كمان الثواب على قدر إخلاص العباد. غير بركة والنور هذا الكتاب المبارك الذي وصفه الله تعالى بأنه مبارك. فإحنا بنقول عايزين الخيرات تزيد، فلنكثر من فعل الخير بإن إحنا نمتثل لمعاني القرآن الكريم. ما إحنا مش بنحفظ المباني وبعدين نضير الظهور للمعاني، انما نحفظ مع مباني القران اللي هي الكلمات والالفاظ والايات والصور، وكذلك نجسد معاني القران الكريم في اخلاقياتنا. عشان كده دايما ناكد على فكره انه انا كاب وام انا عايز ولادي يحفظوا القران ليه؟ ما انا لازم اعرف السبب. انا عايزهم يرتبطوا بهذا الكتاب المبارك جميل وباخلاق هذا الكتاب وما حضنا عليه هذا الكتاب، وانا اول واحد ابني ده هيشوفني، فلازم ابدا اعلم نفسي الاول. اكيد، ما عشان ما نسالش سؤال ما نعرفش نجاوب عليه. صحيح.